السلام عليكم. القناة لازالت في البداية ديالها، كنتظروا منكم الدعم بالاشتراك وبتفعيل الجرس باش توصلوا القصص الجديدة واللايك. شكرا لكم. السلام عليكم. انا واحد الانسانه اللي جربت الغدر ديال الناس، ديال اقرب الناس. واحد الحاجه اللي ما كتوصفش، اللي فوق الخيال. واحد الحاجه اللي كتالم بزاف، اللي صعيب انك تصبر عليها. هاد التجربه ديالي بغيت نتقاسمها معكم. شفت قصص بزاف فيها بحال هاد التجارب، ولكن باشكال مختلفه، وهادشي اللي حفزني اني نشارك معكم القصه ديالي. انا اسمي خديجه، سيدة مزوجة هذه 6 سنين براجل صراحة ونعم الرجل، الله يعمرها سلعة. إنسان ظريف معامل، كيحترمني، كيلبي ليا جميع الطلبات ديالي، مهلي فيا من كل شيء. أي اللي حليت على فمي إلا وكيديرها ليا، ما كيخسر فيا حتى شي حاجة، وحاجته ماشي ديالو. والأهم في هذا الشيء كامل المعاملة ديالو، كيفاش كيتعامل معايا وكيفاش كيتعامل حتى مع عائلتي، وكيقدرهم. حاليا عايشين في فرنسا، في الجنوب ديال فرنسا، حتى عائلته حتى هما كاينين تماك، عائلتي انا في المغرب. نهار خطبني كانت واحد الفرحه كبيره بزاف بالنسبه ليا، واخا ملي تزوج بيه دا كان غير زواج ديال المعرفه، غير هكا الناس بالناس، غير الناس اللي جابوه ليا. وفرحت بيه بزاف، وفرحت حتى عائلتي، واخا ما كنتش كنعرفو مزيان وهذا، ولكن غير ملي سمعنا راه السيد فرنسا بغيتيني معاه وهذا عجبني الحال بزاف. فرحت واحد الدرجه يعني ما كتوصفش. وبالزربه درنا فيها كل شيء، فيها عرس وفيها تكاتيب وفيها كل شيء. وبقيت في دارنا حتى قضيت الورقه ديالي وجداني، والحمد لله يعني تيسرت لي هذيك المشيه ما تعكساش. دغيا مشينا لانه خدام بالوريقات ديالو، وكان كاري الدار يعني جميع المسائل ديالو مقاد، داكشي الاداري كله مقاد، ما لقاش مشكل انه يديني. عائلته كانوا مزيانين معايا، زعما الصراحه ديال الله ما نكذبش، السنين الاولى ديال الزواج كامله كانوا مزيانين معايا، كيقدروني كيحترموني، و كيتعاملوا معايا واحد المحاملة لي خاصة، بحالي بحال بناتهم. وانا عايشة بوحدي تماك، ما عنديش العائلة، ما خداماش، كنت كنمشي عندهم بزاف، تقريبا دائما يوميا الا وكنمشي عندهم. كنعاون عدو السيف اي حاجة بغاتها كنعاونها، ما عنديش مشكل. كنمشي كنحيد مثلا الا كنمشي تلابسة شي حاجة هكا من الفوق، كنحطها كندير تزارة ندخل معاه الكوزينة. شحال من مرة كنقولها غير حيدي انتي يا خالتي، انا كنقضي في بلاصة وعندي هذا عادي. وخا كانوا جوج ديال الويساتي، كانت واحد لوسي حتى هي مزوجة، وكتجي حتى هي يوميا، يوميا كانت كتجي، وحدة اخرى كانت خدامة. وكنت كنرتاح معاهم، كيعجبني ندوز الوقت معاهم لاني ما عنديش صحابات تما. وصراحة راجلي هو اللي منعني اللي ندير صحابات، قال لي ما تدخليش صحابات لحياتنا، ما عندك ما دير بيهم، ها ما دارنا كاينين خواتاتي هما صحاباتك. عندي جوج ديال الويسات، وحدة اللي مزوجة ما مفهماش انا وياها الصراحة، والاخرى كنت مفهمة انا وياهم بزاف. هذيك اللي مزوجة كان شوية التعامل ديالها بحال ناقص، دائما كنحس بشي حاجة ماشي هي هذيك من جهتها، كنقول ما كاين باس، انا كنتعامل على طبيعتي وبالنيه ديالي الخالصه. المهم كنقول كل شيء كيبغيني، وكيرحبوا بيا ملي كنجي، وكيفرحوا وكل شيء. كل صيف يعني كل عام الا كنجيو للمغرب كنمشيو لدارنا، كنجلسوا معاه واحد الوده، وكنتسارى انا وياه، كندورو عايشه معاه واحد العيشه اللي غزاله بزاف، اللي صراحه تمناها اي بنت يلي غادي تزوج. ونرجع لحياتي مع راجلي في فرنسا، هذيك لوسي كان راجلها خايب معايا بزاف، دائما اللي كيحصل مع البنات، دائما اللي كيحصل مع البنات، وما مفهمش هي وياه، وكان كبر منها بزاف، ومع ذلك فيه ديك البلية انه واحد الانسان اللي خائن. حتى تفرقت معاه، ملي تفرقت معاه رجعت لدارهم، وهي كانت باقا ما ولدتش معاه. داك الوقت انا كنت ولدت بنيتها، كانت بنتي ديك الساعة عندها 4 سنين. عمري ما شفت شي عمة ما كتبغيش بنت خوها بحالها، قربت بنتي منها وهي راه غير ملائكة، كتدفعها ما كتخلاش تقرب منها. كتب بنتي مسكينة جاية عندها حداها عميتو، عميتو ما كتفرحش بيها، كنشوف هذيك الفرحة ناقصة، ماشي بحال عمتها الاخرى. وديما كنحس بها بحال حاقدة عليا، ما كتبغينيش، ما خاطرها ما مصفيش من جهتي.
انا ضروري ما كنت كنجي هادو السي وشيخي كيبغيوني نجي، كيبغيو البنت يشوفوها يوميا، وراجلي كيجي من الخدمه كنديروا الكوتي عندهم في الدار هكا مجموعين، وعاد من بعد كنمشي لداري ودي هانيه بيناتنا. وكانوا كيبغيوني نمشي كيعجبهم الطياب ديالي، اللي كنت كندير الكسكسو زوين كيعجبهم الكسكسو ديالي كنديرو ليهم، كيعجبهم الرفيسه كنصوبها زوينه. المهم شحال مره شي خيك يقول لي قادي لنا هذه من يديك، قادي لنا هذه دير لنا شي مسيبنات شي ملويات، كان لي هذاك الملوي كبير كيعجبهم. كان زعما كنحس براسي فرحانه بيناتهم، كيعجبني الحال، لا صبت شي حاجه ولا طيبت وعجبات وكنفرح، كيعجبني الحال. واحد الوقت سميتو كان الوالد ديالي كان مرض في المغرب، وحتى يعني توفى دغيا، مرض بواحد السرعه في الاسبوع ديالو ديال المرض توفى. صدقت نزلت انا وراجلي المغرب، خليت بنتي معاهم مع عائله راجلي، وخليت لهم السوارد ديال الدار، لا احتاجوا شي حاجه البنت ولا الله اعلم، يعني هذه الدنيا والوقت والزمن هذا ما عرفت، يعني خليت لهم السوارد. جلسنا 7 ايام في المغرب، دوزنا العزوم، شفنا العائله. المهم صافي كملنا ديك الوقيته، لان قطعنا الي وغوتو على حساب راجلي خدام. رجعنا لفرنسا عادي، رجعت لداري النهار اللي نزلنا فيه، رجعنا للدار هي الاولى. دوشت انا هي بدلنا ارتحينا، وعاد مشينا لعند عدوسي باش تشوفوا البنيه ونجيبوها. ملي مشيت لقيتهم مبدلين عليا تماما، بحال زيتينات وحطيتينات واحد اخرين. عدوسي ما صبراتش، مع شافتني قالت لي انا دايراك بحال بنتي وانتيا غدرتينا غدرتينا كاملين، مالك اش كاين اشنو كاين اشنو واقع؟ راه مشات فاطمه الزهراء تجيب حوايج بنتك ولقات التصاور ديالها وديال اختها عندك في البلاكار مكتوب عليهم. تي دايره لهم العكاز، دايره لهم التمارين، دايره لهم المشاكل، ودايره لهم على الصداع وعلى كل شيء، داك الشيء علاش كل شيء معكس لهم انت سبابهم. بقيت واقفه بسطومه، شفت واحد التصاور لحسب قدامي فوق الطبله، كتقول لراجلي شوف مراتك اش دايره، شوف مراتك اش دارت ليا بناتي، كيبانو داك التصاور هكا محطوطين وفوق بهداك الشي مكتوب الكحل. بقيت كنشوف ما فهمت والو، ما فهمتش ديك الوقت كيدور داك الشي في راسي، هاد فاطمة الزهراء راه هي هاديك الوسي اللي شويه التعامل ديالها خايب. عرفت بالله هي اللي خططات لهاد الشي كامل، التصاور اللي شفتهم ما عندي حتى علاقه بيهم، عمري ما كانوا عندي، ما كانوا في داري، ما شايفاهم، هي داري دارت هداك الشي وداتو ليهم بيناتو ليهم على اساس باش طيح لي بقيمتي، باش توسخ لي وجهي، باش تردني انا اللي سحاره وانا اللي سحره ليهم. داك الغيره ديالها المرضيه هذا الشيء اللي وصلتها ليه، ديك الغيره ديالها مني وداك الحقد ديالها، وداك كتشوف انا اللي لهاش حاف الزواج ديالي مع راجلي، وكتغير من التعامل ديالو معايا، داكشي كله كنقراه في عيوني، وكنقول معايا اللي شو كدوز، وكنصرت الهضره ديالها وحشي الهضره ديالها، وكنقول عادي عادي عادي. في الاخر داكشي كله ما كفاش، وصلت لانها تشوهت ليا وجهي بهذا الشكل هذا، لدرجه انها خدات التصاور ديالهم ديالها وديال اختها كتبت فيهم ورجعتني انا اللي دايره داكشي. قال فيا الحال بزاف، بكيت بكيت بكيت، بقى فيا الحال حتى على هذا الوسيل اللي تيقد فيا هذا الشيء وتيقد اني نديرو، ولكن الذنب ماشي ديالها، لان اكيد غتسيق مادام بنتها مشات عندي للدار وتما جايبه لها دوك التصاور، لا غتسيق، راه ما غاديش يمكن تقول ان بنتها دارت هكاك بلا عين. هذيك الساعه قدامها بديت كندعي على هذاك اللي دار داك الشيء، كندعي عليه كنقول اللي دار هذا الشيء بغيت ليه وبغيت ليه بغيت ليه، بغيت ربي ما يكملش عليه، لا كنت انا ولا غيري، هادو اللي داروا هادشي ولصقوه فيا، اللي دار هادشي ولصقوا ليا انا، بغيت ربي كملش عليه، بغيتو ما يطفروش في حياته، وبغيت ربي يبين فيه العلامه بديك الحرقه اللي في قلبي، وداك داك الظلمه، زعما الظلمه راه خايب بزاف والباطل راه خايب بزاف. بقيت كنبكي وكندعي، قلت لهم واش انا جايه من الموت ديال با، وانتوما كملتو عليا وكملتو لي الباقي، هادي هي اللي خلاني معاكم. ديت بنتي ومشيت في حالاتي، راجلي تابعني، راجلي غا كيشوف. قلت لي الا بغيتي نحلف لك في المصحف نحلف لك، واش انا عارف عليا اللي ندير هادشي؟ علاش غادي ندير ليها؟ علاش غادي ندير ليهم؟ شنو بغيت عندهم نتوما؟ انا ما بيني وبينهم غير الخير والاحسان، ما عندي حتى شي علاقه بهذوك التصاور.
بقى غا كيشوف، قال لي والعجب هذا ما فهمت والو في هادشي. ما جا مني ما جا منهم، بقى شاد واحد القنيطة وبقى محايد. انا شديت رجلي ما بقيتش كنمشي لعندهم، وما نكذبش عليكم بقيت حاقد عليهم. ماشي سهل على الانسان كيعرفك سنين هادي وانتي معاه وانتي مزيانه معاه كيتهمك هكا. قلت صافي عمري ما نسمح في حقي، واخا ديك العقرب راه عمرها ما غادي تعترف داكشي راه هي اللي دارته، ولكن ما نسمحش في حقي. واخا كنتلاقاهم دابا في المناسبات في الاعياد، ولكن صافي ديك خديجة تبدلات. ديك الإنسانة المسامحة اللي كتسمع الهضرة وكتدوزها، اللي كتعامل مزيان، اللي نيتها صافية، اللي قلبها بيض، ما بقاتش معاهم هما بالخصوص. وخرج لي كيقول لي غنساي غنساي، وليت خايفة حتى القفل ديال الباب بدلتو، خفت تكون خرجت على داك الساروت وقلت لي شي مصيبة واحدة أخرى. اللي دار هكا راه يدير كتر يدير كتر وكتر. رجعت عايشة بوحدي بحال العادة، تغربت بوحدي، مع انا ما عنديش صحابات وما عنديش العائلة، ما عندي حتى حد من عائلتي فرنسا، كنت مولسة بيهم وحياتي تبدلت كليا. حتى بنتي ولا توحشوها كيديها با كيشوفوها وكيرجع عليها. راجلي من بعد بغى يرجع ليا المجاريع، ولكن والو ما قدرتش انا، هما ما عرفتش بديت بالي هما شغلهم هذاك، وليت خايفه منهم. كنبغي نفكر كنبقى نفكر واش داكشي دارته بوحدها ولا كاملين بهم. كنتفكر دوك التصاور كي وراو ليا، كنبقى نبكي. دازت عامين عاود حملت، وملي قربت الولد صيفطنا لماما جات لعندي باش تكون معايا في الولاده. وملي جات راه باقا معايا لدابا، بعدا هونات عليا ماشي شويه بزاف. حتى لو بغيت نخرج كنخلي معاها الدراري، كنخرج انا وراجلي ندورو ناكلو على برا، سارة وليد في اليد. عمري ما ننسى لوستي والغيره ديالها، والغيره ديالها علاش وصلاتها كيفاش بغات تدمرني. علم الله شنو كان كيقول لها عقلها، شنو واش بغات تفرج فيا تشوف راجلي شنو غايدير ليا هذيك الوقت، رد الفعل ديالو. ما عرفتش اشنو هي النيه ديالها، الله اعلم بها، ولكن عمري ما نقدر نصفي قلبي من جهتهم ولا نرجع معاهم عادي. صافي درت واحد الحياه ديالي اللي هي مختلفه. الوالده ديالي بقات معايا لان الوالد توفى، وعايشين مرتاحين. وليت كنخرج حتى انا كندير سوايع في الخدمه باش كنتعاونوا على الزمان باش نقدروا نشريو شي دويره ديالنا في المغرب. تبدلت وليت انسانه واحده اخرى، ما بقيتش كنضيع الوقت في والو. وليت كنفكر المستقبل ديالي ووليداتي بحال هذيك واحد القرصه تقرصها، قرصوا لي عيوني بواحد القرصه حتى جمعت راسي نقصت. قلت نوضي على سلامتك يا خديجه، شوفي راكي معامل. والحمد لله هذه هي القصه ديالي، شاركتها معكم.